أيها السادة، من أغرب الأشياء التي سمعتها، من أغرب الأشياء التي سمعتها أن البعض كان يريد منا أن ندخل الحكومة ونبقى في الصراع التي عشناه في المعارضة. حينما كنا في المعارضة كنا نتصارع على الأصوات، كنا نتصارع على ثقتكم، كنا نطرح برنامجنا وحزب التجمع الوطني الأحرار يطرح برنامجه، كنا نقنعكم وكان يقنعكم، كنا نتصارع من أجل الحصول على منص على مواقع أكبر لأحزابنا، وهو مشروع وعمل سياسي صحيح. ولكن حينما تكون في التحالف الحكومي، هل نضحي بالبلد ونضحي بالوطن ونضحي بالمشاريع ونضحي بالمؤسسات ونضحي بالاستقرار من أجل أن نحافظ على نوع من الذات ونستمر في هذا الصراع؟ أنتم من قررتم بأصواتكم حينما صوتتم على التجمع الوطني وصوتتم علينا، كان قراركم علينا أن نشتغل نحن الاثنين، لهذا تجاوزنا كل الصراعات من أجل هذا البلد ومن أجل هذا الوطن. أن ندخل الوطن إلى صراعات بينني وبين الأمين العام أو الرئيس التجمع الوطني الأحرار من أجل ماذا؟ ماذا سيستفيد المواطن؟ وحينما قررنا أن نتحمل مسؤولية داخل الحكومة وجلسنا على الطاولة، قررنا أن نتجاوز جميع الخلافات بتصرف أخلاقي عالي. ونؤكد لكم الإخوة في الأصل والعصر، إن عزيز خنوش رئيس حزب التجمع والوطني الأحرار يتعامل معنا الآن باحترام وتقديرين كاملين، وأنه لا يمكن من هذا الموقع إلا أن باسمكم أشكره على الاحترام والتقدير الذي يعطيه الحزب الأصالة والمعاصرة. فالرجل يشاورنا، والرجل يأخذ رأينا، والرجل يتعامل معنا كمؤسسة، والرجل يتعامل معنا كتقدير. ونحن أهل سوس تربينا، وأنا منهم، على أن من احترمك عليك أن تحترمه، ومن ناقشك عليك أن تناقشه، ومن حاورك عليك أن تحاوره، ومن عادك عليك أن تحاربه، وحينما لم يعادل يعادل. لقد سمعنا أيها السادة كثيرا من الهجوم على حزب الأصالة والمعاصرة، لأن الكثيرين ماتوا حقدا وماتوا بغضا لماذا انتصرنا في الانتخابات الأخيرة. قل لهم انتظروا، سننتصر انتصارات أخرى في 2026، انتظرون إننا آتون وستروا منا العجب العجاب. لن يكون ابن سوس على رأس حزب ويفشل أبدا أبدا.